عايز تعرف ازاي تعمل مونتاج جيمنج بقول لك انت طريقه احترافيه وفشيخه جدا وفن طبعا ومضحكه. مبروك، احب ابشرك انت في المكان الصح. خلينا ناخد الموضوع كده من الاول خالص. عايز تعرف ازاي تعمل مونتاج جيمنج بطريقه احترافيه وفشيخه جدا وفن طبعا ومضحكه. اول حاجه هنروح جوجل هنكتب OBS. OBS ده برنامج ريكوردين، انا بنصحك ان انت تنزله وتستخدمه، تمام؟ هيبقى احسن برنامج ريكوردين انك تستخدمه، وبيطلع لك جوده حلوه جدا وكمان فري، يعني مفيش احسن من كده. طبعا كلنا عارفين الويندوز وكلنا بنستخدم الويندوز، وفي ناس معينين كده بيستخدموا الماك. المهم ده بقى انا مش عارف ليه في بني ادم عاقل ممكن يستخدمه، يعني ممكن يستخدمه ليه وعشان ايه، انا مش عارف بصراحه. بعد ما تنزل البرنامج هنفتح ادوبي بريمير، تمام، وهنعمل نيو بروجكت، تمام. اهم حاجه ان احنا نسمي البروجكت ده اسمه، يبقى حافظينه عشان لو حبينا نرجع تاني نعمل اي تعديل على الفيديو، تمام. هنجيب الريكورد اللي احنا عملناه ونسحبه ونحطه هنا كده بالظبط، تمام. اول حاجه انت هتبدا تعملها، هتبدا تقص الحتت اللي انت مش عايزها من الفيديو دي، مرحله سهله، خلينا نتخطاها ونخش في المهم على طول. طبعا عندنا 3 افكتات مهمين جدا بنستخدمه في فيديوهات الجيمنج عشان تبقى فيديوهات فشيخه وجميله ولطيفه وفن. اول حاجه الجرين سكرين، طبعا كلنا عارفين الجرين سكرين، فانت ممكن تقولي طب انا اجيب الجرين سكرين والميمز دي منين؟ اقول لك بكل بساطه، هتخش على اليوتيوب هتكتب جرين سكرين ميم، وانا متاكد 100% ان انت هتلاقي ايا كان الميم اللي انت عايزه هتلاقيه، تمام، فما تقلقش يعني. طيب بعد ما نزلت الميم خلينا نسحبه كده بنفس الطريقه اللي سحبنا بيها الفيديو ونحطه هنا. هتلاقي فيه الجرين سكرين كده طلعت لك، المهم هتدوس عليه، هتروح عند افكت، بعد افكت هتيجي هنا في السيرش هتكتب الترا كي، تمام، هتعمل لها تسحبها كده تاخدها هنا، هتلاقي فيه قلم صغير خالص ظهر لك هنا، هتدوس عليه وتدوس هنا وبوم سو ايزي، تمام. خلينا نشغل كده بقى نشوف الجرين سكرين بتاعتنا والميم اللي احنا حطيناه، تمام. هو جاي بدري جدا فخلينا نجري طبعا. تمام كده مظبوط جدا، بس في نص الزياده بقى اللي احنا مش عايزينها انا حاطه عشان احطه في اخر الفيديو. تاني افكت اللي هو الزوم والتتبع، انك تعمل زوم على حاجه في الفيديو وتعمل لها تراكن تتبع في نفس الحاجه، تمام. خلينا ناخد مثال. طيب فانا هنا في اللقطه دي عايز اعمل زوم وتتبع للسبايدر، تمام، فخلينا ندوس سي، هيظهر الموس بتاع الحلاوه اللطيف ده، هنقص هنا من الحته دي ونمشي شويه، تمام لحد ما يموت. ماشي، مات. كمان هنقطع هنا، تمام. هنيجي بقى نسحب الشريط ده عند اول الحته اللي احنا قطعناها، ندوس عليها كده، لقينا في حاجه اسمها بوزيشن وسكيل، تمام. هندوس على علامه الساعه اللي جنب البوزيشن والسكيل، خلينا بس نجيبها عند اول الفيديو بالظبط. ماشي، بعد ما ندوس على الساعه اللي جنب البوزيشن وجنب السكيل، اول حاجه هتعملها تحدد السكيل والبوزيشن اللي انت عايز تبدا بيهم، يعني مثلا تعمل زوم كده، مثلا انت هتبدا من هنا، نبدا كده بالطريقه دي، تمام. هيظهر هنا عندي نقطتين، بعدين اجري كده شويه، تمام. انا في اللقطه دي مثلا عايز يبقى اقرب شويه، فانا هعمل كده واخلي البوزيشن بتاعه كده مثلا في نص الشاشه بالظبط، تمام. هنيجي بقى كده نحدد اخر اتنين دول وندوس كليك يمين، ونيجي عند تمبرال انترمبرليشن، تمام، الكلمه اللي انا مش عارفها دي، وهندوس ايز ان كي، ونيجي هنا على نفس الكلمه بالظبط، بس هنعمل ايز اوت عشان في الحاله زوم يعني سلس اكتر، تمام. خلينا بقى نشوفها كده، نخش بقى على تالت حاجه وهو الكتابه او التكست، انك تعمل اضافه كتابه او تكست على الفيديو، تمام. ماشي، اول حاجه محتاج ان انت تعملها انك تدوس حرف التي، وبعدين هتدوس على الشاشه وهتكتب اللي انت عايزه، تمام. انا لسه ما عنديش عربي دلوقتي، فخلينا نكتب اي حاجه انجليزي مثلا هي، والاقي برضو هنا عندها البوزيشن وسكيل، تمام. احدد بقى البوزيشن بالظبط بتاعها، برضو التكست ده انت تقدر تعمل له زوم وتراكن بالظبط بنفس الطريقه اللي انت بتعمل بيها للفيديو عادي. خليني مثلا اوريكم مثال، هنا بقى مثال في الفيديو ده هتلاقيني عامل زوم وتراكن للكلمه وللفيديو في نفس الوقت. وبالمناسبه يعني ده في الفيديو اللي فات اللي هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن، خشوا اتفرجوا عليه بقى. وبس كده هكون علمتك 3 اساسيات او 3 حاجات مهمه جدا تعملهم في المونتاج بتاع الجيمنج عشان يخلي المونتاج بتاعك حلو. والجرين سكرين دي بقى انت ممكن تجيب ميمز كتير فاني بقى، هي دي اللي هتخلي الفيديو بتاعك فاني اكتر. لو انت مش مشترك ما تنساش ان انت تشترك، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش ان انت تدوسوا لايك، واشوفكم بقى في فيديو جديد. مع السلامه.